من أشهر سلاسل الألعاب اللي موجودة من زمان جدا ومعروفة جدا، ومن وقت ما أنتجتها شاومي وهي عاملة نجاحات قوية جدا، هي سلسلة بلاك شارك. وحقيقي كل سنة السلسلة دي بتقدم موبايلات قوية جدا، موبايلات موجهة للألعاب، وبتقدم أداء وسعر محترم جدا. وعندنا النهاردة فرد جديد، والفرد ده بيقدم لك مميزات قوية جدا بسعر يعتبر سعر مثالي جدا. وخلينا نخش في التفاصيل ونتكلم النهاردة عن البلاك شارك 5، النسخة العادية مش النسخة البرو. الموبايل ده مميز جدا زي ما قلت لك، لان فعلا الموبايل ده بيقدم لك عتاد محترم جدا، وفي نفس الوقت سعر الموبايل ده يعتبر سعر كويس جدا. الموبايل هنا بيجي بوزن وسمك تقيل شويتين، وزن الموبايل ده بيكون 218 جرام، وسمك الموبايل بيكون 10 مليمتر. واكيد واضح قدامك ان الموبايل سميك وتقيل، واكيد ده موبايل موجه للالعاب، فاكيد الحاجات دي تعتبر حاجات عاديه جدا. الموبايل هنا بيجي بديزاين مألوف عليك جدا، لو انت تعرف طبعا سلسله البلاك شارك هتعرف ان الديزاين ده ديزاين مألوف جدا. وطبعا عندك هنا في فريم الموبايل، عندك هنا التريجرز بتاعت الالعاب، عندك هنا زرارين كده موجودين في الفريم بتاع الموبايل عشان الالعاب والحاجات دي. بس للاسف برضو الموبايل هنا ما بيجيش بمدخل 3.5 مللي. الموبايل هنا طبعا بيجي بالستيريو سبيكر او سماعتين، عندك سماعه من تحت وسماعه من فوق، بتقدم لك تجربه طبعا محترمه ورائعه جدا في الصوتيات. وكمان خامات الموبايل هنا بتكون بريميوم جدا، ظهر الموبايل هنا بيكون من الازاز، وعندك الفريم هنا بيكون من المعدن. وخلينا نتكلم عن اول حاجه جامده جدا ومميزه جدا في الموبايل ده، وهي شاشه الموبايل. ليه شاشه الموبايل ده مميزه؟ لان شاشه الموبايل ده شاشه اموليد جايب مقاس كبير جدا 6.67 بوصه، الشادي جايب بريفريش ريت 144 هرتز، شاشه اموليد 144 هرتز، صوتها بيوصل ل 1300 نتس. طبعا الشاشه دي فول اتش دي بلس، جايب تصميم الهول بانش، وطبعا حواف قليله جدا. كمان الشاشه دي بما انها شاشه اموليد بتدعم هنا الاولوز اون ديسبلاي. شاشه بناحيه الالوان والكونتراست وكل حاجه والتباين والوضوح وكل الكلام ده ممتازه جدا لانها شاشه اموليد. كمان من ناحيه بقى الريفريش ريت والسرعه والتاتش سامبلنج والحاجات دي فهي 144 هرتز، فطبعا دي حاجه جامده جدا جدا جدا. كمان سطوع الشاشه دي 1300 نتس، بيوصل معاك لسطوع رهيب جدا جدا، فالشاشه هتكون ساطعه في جميع ظروف الاضاءه حتى لو ايه كده. وبما ان ده موبايل موجه للالعاب فاكيد لازم يكون عندك هنا معالج محترم، وعندك هنا معالج السناب دراجون 870. هو معالج مش اعلى معالج موجود حاليا في ساحه الاندرويد، لكن الموبايل ده سعر الموبايل كويس جدا جدا جدا، فبالتالي يعني مش لازم تاخد اعلى حاجه متاحه، لكن برضو المعالج ده هيقدم لك تجربه محترمه وهيديك 60 فريم على اغلب الالعاب اللي انت محتاجها. الموبايل هنا بيجي باندرويد 12 مع واجهه الجويو اي 13، اللي هي المفروض يعني نفس واجهه شاومي كده قريبه منها، لكن عليها بعض التعديلات طبعا الافضل بكتير. والموبايل هنا بيجي باكتر من نسخه، عندك بيبدا الموبايل هنا من 8 رام 128 ذاكره داخليه، من نوع ذاكره داخليه اوف 3.1 طبعا السريع جدا. واتكلمنا عن الصوت، قلت لك ان الموبايل ده بيجي بسماعه من فوق وسماعه من تحت، تجربه الصوت في الموبايل ده اكيد اكيد تجربه رائعه جدا ومحترمه جدا. واما عن وسائل الامان في الموبايل ده فعندك هنا البصمه جايه في زرار الباور، وعندك الفيس اي دي موجود في الكاميرا الاماميه. وخلينا بقى نتكلم عن كاميرات الموبايل. الموبايل هنا بيجي بثلاث كاميرات خلفيه. الكاميرا الاساسيه في الموبايل ده بتكون 64 ميجا بكسل بفتحه 3.1، يعني الكاميرا دي ما عليهاش او اس ولا اي حاجه. عندك الكاميرا الثانيه هي كاميرا 13 ميجا بكسل الترا وايد او زاويه واسعه، وعندك الكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل للماكرو. الموبايل ده بيقدر يصور لك فيديو 4K لحد 60 فريم، ودي حاجه كويسه برده جدا. واما عن السيلفي هنا فهو نفس 16 ميجا بكسل اللي موجود تقريبا في اغلب كل الموبايلات حرفيا. واخيرا الموبايل ده بيجي بطاريه 4650 ملي امبير مع سرعه شحن 120 واط، والشحن 120 واط موجود مع الموبايل في العلبه، ودي طبعا سرعه شحن رهيبه جدا جدا. الموبايل هنا بيشحن من 0 ل 100% في 15 دقيقه بالظبط، يعني ربع ساعه الموبايل يشحن لك من 0 ل 100%. طيب الى الان كلام جميل، سعر الموبايل ده بقى عامل ايه؟ الموبايل ده اقل نسخه منه بتيجي بسعر $550. ايوه زي ما سمعت كده، $550، يعني بتتكلم بالمصري كده في حدود 10500 جنيه مصري. طبعا سلسله البلاك شارك مش بتنزل عندنا هنا في السوق المصري، ويعني مش موجوده برضه في اغلب الدول العربيه، موجوده في بعض الدول لكنها مش موجوده في اغلب الدول العربيه بشكل رسمي. لكن طبعا انا شايف ان الموبايل ده موبايل مميز جدا لمحبين الالعاب، او حتى لو مش محب الالعاب عايز موبايل اداء عالي كل الحاجات دي، الموبايل ده موبايل ممتاز جدا ومحترم جدا، وسعر الموبايل ده برضه كويس جدا. وبس دي كل حاجه في النهارده، ده كان فيديو كده سريع وخفيف، كنت حابب اتكلم معاك بس عن الموبايل لان سعر الموبايل فعلا موبايل كويس جدا. لو عجبك الفيديو مش تعمل لايك وسبسكرايب، يلا اشوفك ان شاء الله، سلام.